عندما يكون في المنزل أطفال صغار لابد أن يظل دائما نظيفا. بعد أن ولد طفلي تساءلت هل منزلي حقا نظيف؟ أخبرني الطبيب أن في المنازل كثيرا من الجراثيم لا تزيلها المنظفات العادية. بدأت أستعمل كلوروكس لتنظيف المطبخ والحمام والبلاط. كلوروكس يجعلني أحس بالأمان لأنه يخلصني من الجراثيم. تذكري حتى في أحسن الأماكن أنت تحتاجين إلى كلوروكس ليخلصك من الجراثيم. الفارق هو كلوروكس. وليد اترك سائل الفاري بحاله. دايما بتدافي عن فاري؟ أكيد رغوة الفاري ناعمة بتساعد إيدي تبقى ناعمة. الرغوة الناعمة مش قوية. لا أقوى من رغوة فاري، بتنظف الدهن المحروق من هالصحن تمام. شوف نظيف، شايفك تمام. صح، لا شيء ينظف أفضل من رغوة الفاري. تعرفي أنت عمرك ما بتصيري ملاكمة. ليش؟ إيديكي ناعمة كتير. سائل فاري لأيدي الناعمة وصحون براقة. أنا الشاطر حسن. بقول لكم إيه؟ أنا الشاطر حسن. بقول لكم إيه؟ ماما أعمل إيه؟ الشاطر حسن اتوسخت بالشاورما، المسرحية باظت. انت المهمل حسن، لكن ما يهمكش، تايد هينظف هدوم الشاطر. نعم، تايد بفاعليته الأكيدة يزيل أوساخ غسيلك اليومية مهما بدت مستعصية. ها؟ بص. ماما، الشاطر حسن أنجح ممثل في العالم. اعتمدي دائما على تايد. تايد لنظافة أكيدة تطمئنين إليها. تم إنذار عام. أطلقوا هذا الصاروخ حالا. مفهوم شالنجر. ما هذا الصوت؟ لا شيء، لقد فتحت علبة بيبسي. ليتك تصف ما تفعله بعلبة بيبسي. بكل تأكيد إني أرفعها. تخيل مئات القطرات الغازية تفور وتنطلق في الهواء. نعم أراها. والآن أقرب العلبة من فمي وأشرب. بيبسي، اختيار الجيل الجديد. منذ ما يقرب من نصف قرن ومكيفات جورج العالية الجودة تخدم المواطنين في المملكة. والآن يورك الجديد، هدوء فائق، تبريد متفوق. الوكلاء إبراهيم الجفاري وإخوان. سائل لوكس وحده له هذا السخاء الذهبي، يجعل صحونك نظيفة زاهية بينما يحفظ يديك ناعمتين. اختاري سائل لوكس لسخائه الذهبي. في أشهر الصيف وعندما تشتد الحرارة تتأثر أبقارنا ويقل عطاؤها، لذلك نحرص دائما على تكييف حظائرنا لنجعل الأبقار أكثر حيوية وانتعاشا. الجميع يطلبون ألبان المراعي يوميا لإرواء العطش وتجديد الحيوية والنشاط. بادر بشراء احتياجاتك من المراعي باكرا مع إشراقة كل صباح. حنانك على طفلك جعلك تختارين لفظ، لأنك تطلبين الأفضل لطفلك. لفظ الجديد تحبينه أكثر. لفظ الجديد. لفظ الجديد أقدر من أي حفاظ آخر على منع التسرب، وهو الوحيد المزود بمطاط مزدوج. لفظ الجديد. لفظ الجديد راحة لطفلك بمثابة حنانك عليه. إن واحدا من أجود أنواع الشاي في العالم هو وحده الذي تحتويه أكياس شاي ليبتون الصفراء. إنه لكم ولضيوفكم للتمتع بجودته. ليبتون، نكهة الضيافة. سيريلاك بالقمح، والآن سيريلاك الجديد بالأرز. القمح، الأرز، الحليب المغذي، تجعل سيريلاك جيه بالماء المغلي. أول طعام كامل يعطى بالملعقة لطفلك بعد شهره الرابع. وبينما ينمو طفلك دعيه يتذوق سيريلاك بالموز وسيريلاك بالأربع فواكه. سيريلاك، الغذاء الكامل لطفلك، متوفر الآن بأربع أنواع. حقائق تتجلى. تويوتا كراون هارتوب الجديدة، سيارة أنيقة تحيطك بالتجهيزات الفخمة، تدخل البهجة إلى النفس وترهب الأحاسيس.
تستمد قوتها من محرك سعة 3 لتر بكامة مزدوجة. نظام تعليق مستقل للعجلات الأربعة سيثير فيك الرغبة في قيادتها. كراون هارت توب 86 الجديدة تحيطك بأعلى مستويات الفخامة. ليس هناك من يباريها. النكهة مركزة في جبنة تيستي. نيدو بيخلي كل الناس يكبروا ويكبروا. خي صغير اخت صغيرة يكبروا ويكبروا. نيدو طيب ومغذي طعم طازة. كل لذة كباية حليب مناش على طول كل يوم كل يوم. نيدو صحي مغذي. نيدو لنمو أولادكم وصحتهم تضمنه نسلي. بابا برا جبني تكيري طريقي جبني تكيري لذيذي. تنفرد جبنة كيري عن غيرها بطعمها لأن جبنة كيري محضرة من الحليب البقري الصافي والقشطة فقط. طيب طريقي جبنة كيري طيب مغذيكي جبنة كيري طيب كيري كيري طيب كيري بابا برا كيري طيبة. إنه جزء من عالم الطبخ الحديث. ريال ليمون عصير الليمون الحامض الجاهز للاستعمال. ريال ليمون يضيف طعم الليمون الحامض الصافي الطازج إلى كل ما تطبخين. ريال ليمون عصير الليمون الحامض الجاهز للاستعمال بدون العصارة ومتاعبها. ريال ليمون جزء من عالم الطبخ الحديث. طيب طيب لازم نمشي دلوقتي. يا خبر الحديث خدنا الاولاد يمكن جعانين. كلام ولادي ما يشربوش غير الصنف اللي تعودوا عليه. ولكن بيحبوا طعمه. كلام السريع الذوبان بيغذيهم كويس ويخليهم يكبروا. جربوه. ازاي طعمه؟ زي اللبن اللي بتحبوه؟ لا كلام طعمه اطيب. تاني اكيد لازم نغير الكلام. كلام السريع الذوبان طعمه اطيب. ديتو صديق يمكن الاعتماد عليه فهو يساعد على حماية بيتك من الجراثيم. ديتول يوفر لك دورة مياه صحية وحماما نظيفا منعشا. ديتول ينظف ويطهر صناديق النفايات والمغاسل. وعند مسح الأرضية بديتول فإنها ستكون خالية من الجراثيم من أجل سلام الطفل. لدى تخفيف ديتول بالماء فإنه يطهر الجروح أيضا. ديتول يحمي بيتك مهما كان حجم المعضلة. أعزائي المشاهدين طاب مساءكم. يسر تلفزيون المملكة العربية السعودية القناة الأولى أن يبدأ إرساله المسائي يوم غد الأحد الموافق للسابع عشر من شهر محرم 1407 للهجرة في الساعة الرابعة مساء بدلا من الخامسة، حيث سنعرض لكم المباراة التي ستقام بين منتخب المملكة الأول لكرة القدم ومنتخب ماليزيا. وفي نفس الموعد من يوم الخميس 21 من شهر محرم 1407 للهجرة سنقدم لكم المباراة التي ستقام بين منتخبنا ومنتخب أندونيسيا. وفي يوم الاثنين 25 من شهر محرم 1407 للهجرة سنقدم لكم المباراة التي ستقام بين منتخبنا ومنتخب قطر. فإلى ذلك نوجه عنايتكم وشكرا. مش لأني طلعت منه خلص. مالك يا أبونا؟ مش عوايدك؟ وين الوجه المنور والضحكة الحلوة والقلب الشباب؟ الواحد ما عاد صغير. لا ما تقول هيك، اشرب قهوتك. عم أبو ناهد أنا جاي أخذ رأيك.
متذكر حكاية الحلم القديم؟ حلم؟ حلم ايش؟ ما هي الأحلام كثيرة. شركة النقل بالبصرة. مؤسسة مازل لنقل البشر. تمام، نتذكرها تمام. بس أنا كنت بفكرك بتمزح. أنا عمري ما مزحت مسألة الفلوس بالربح. إيش يعني؟ الأرض واسعة والخير فيها كثير، وعاد أنا ناوي أسافر بعد بكرة لألمانيا. شو بتقول؟ على مهلك يا عم أبو ناهد، أنا عارف إنها مفاجأة لك، لكن قلت لازم أخذ رأيك وأستأذن منك لأني مسافر في شغل. معنى كلامك إنك بدك تأجل جواز؟ يعني شغلة زي هيك. اسمع يا مازن، أنا بنتي مش بايرة. يا أبو ناهد، أنا قلت لنفسي إنه صفاء لسه مش راضية فيها، وصدمتها الأولانية خسرتك فلوس كثير. ليش ما نستنى شهر ولا شهرين؟ عن إذنك. على وين يا أبو ناهد؟ رايح أتوضى وصلي. ادعي لنا يا أبو ناهد. ممتاز يا أستاذ شاكر، هذا كان أنت مخبى بكشورك. أتاريتك فنان وأنا ما عنديش علم له يا أستاذ شاكر، بتخبي علي؟ هذا أنت كمان بتحب الرسم. أهلا يا أستاذ جلال. لو في هاي تتجاوبها. يعني أفهم من هذا الحكي أنه إلك صلة بكلها؟ شو بتقولي يا ناهد؟ باعتبار ما سيكون. لما يصير هيك وبفرجها الله. لكن الممرضات بشر، مش ممكن يقطعوا حالهم قطعتين. يا دكتور ماهر، أنا منهم، بفهم مشاكلهم وبحلها، وإذا صار أي غلط بعالجه بكل هدوء، مش بطريقة التشهير. كونك مدرب عيني كنت إنها هسه صارت أحسن مني. حان الآن وقت صلاة العشاء. إنها بدها ياني أبيع المستشفى.